بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، استغفر الله ربي وأتوب إليه. بعد ما أكملنا مقدمات التي طرحها المصنف رضوان الله تعالى عليك بعنوان مقدمة اجتماع الأمر والنهي، دخلنا في أصل الدليل وقلنا أن المحقق الخراساني رضوان الله عليه يمهد لإثبات القول بالاجتماع مجموعة من المقدمات تصل كلها إلى أربع مقدمات. في حلقة القبل بينا لكم مقدمتين، وفي هذه الحلقة سنبين لكم بعون الله سبحانه وتعالى مقدمة الثالثة والرابعة. مقدمة الأولى كانت محتواها على بيان هذه النكتة أن الأحكام الخمسة كلها متضادة ولا يجتمع بعضها مع البعض الآخر. مقدمة الثانية أن الأحكام الشرعية إنشاءات الشرعية مثل الأوامر الشرعية ومثل النواهي الشرعية كلها تتعلق بالأفراد الخارجية وبأفعال المكلفين وليست متعلقها طبيعة الأفعال. جيد، بعد ما بينا هاتين المقدمتين قلنا أنه على أساس هاتين المقدمتين نستطيع أن نثبت القول بالامتناع الذي هو المرضي عند المصنف رضوان الله عليه بسهولة، لأنه في مثالنا في مورد البحث أي في الصلاة في الدار المغصوبة هناك حركة الصلاتية، نقول هذه الحركة اجتمعت فيها الأمر والنهي، وبما أن الأمر والنهي أو الوجوب والحرمة بينهما رابطة التزاد فلا يكون معقولا أن يجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد، وخصوصا لو نلاحظ هذه النقطة أن متعلق الأمر والنهي هو الفعل الخارجي أي حركة التي يرتكبها العبد حين الغصب. إذا كان هكذا فدقيقا تلك الحركة الجزئية في زمان خاص التي تتصف بالصلاتية والغصبية اجتمع فيها زدان، اجتمع فيها الوجوب واجتمع فيها الحرمة، اجتمع فيها البعث والزجر. وبما أن اجتماع البعث والزجر في الخارج وفي عمل واحد في زمان واحد يكون باطلا، ففي النتيجة اجتماع الأمر والنهي أيضا لا يكون صحيحا، والصحيح هو القول بالامتناع. جيد، الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة. بالنسبة إلى المقدمة الثالثة، محقق الخراسان رضوان الله عليه يريد أن يبين أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لأنه القائل بالجواز يعتقد وسيستدل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، بما أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، فإذا ذهبنا إلى تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون لا يجتمع الزدان فيما نحن فيه ونستطيع أن نثبت القول بالجواز.
محقق الخراسان رضوان الله علیه يرد على هذا القائل ويقول لا تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان. واقع القضية العناوين والمفاهيم تختلف، هناك عناوين هذه العناوين توجب تعدد المعنوان. مثلا إذا كانت العناوين من العناوين المتضادة والمتباينة بحيث كل واحد يقتضي معنونا مستقلا له، مثلا كالإنسان والفجر، كالإنسان والحجر، يا كالإنسان والفرس وأمثاله. مثلا نرى أن الإنسان عنوان، فرس عنوان آخر، إنسان عنوان، حجر عنوان آخر. نرى أن فيما نحن في تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، في مقابل الفرس شيء، معنون الفرس شيء، ومعنون الحجر شيء آخر، كما أن معنون الإنسان شيء ثالث. إذن في بعض الأحيان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ولكن هذا لا يستطيع أن يكون كليا. على نحو الموجبة الكلية تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون. محقق الخراسان رضوان الله عليه لإثبات هذا المدعى أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون يأتي بنقز، يأتي بمثال، وهذا المثال والشاهد من أقوى الشواهد. يقول انظروا بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى الذي يكون واحدا وأحدا ولا شك في وحدانيته من جميع الجهات، تنتزع من ذات الله سبحانه وتعالى وتحمل على ذات الله سبحانه وتعالى مجموعة من العناوين التي نسميها بالصفات، وطبعا هذه الصفات قد تكون ثبوتية وقد تكون سلبية. الله قادر، الله رحيم، الله حي، الله عالم، الله ليس بجسم، الله ليس بمركب. فنرى أن مجموعة من الأوصاف والعناوين والوجوه تسند إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن معنوننا بسيط حقيقة من جميع الجهات. فإذا لا يجب تعدد العنوان تعدد المعنون في البسيط الحقيقي، ففي غير البسيط الحقيقي الذي يمكن تصور التركيب فيه من بعض الجهات مثل الإنسان ومثل الأنواع التي توجد في عالم المادة، بطريق أولى تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. هذا هو الأمر الثالث أو المقدمة الثالثة، وطبعا هذا الدليل من الأخون رضوان الله عليه، أو في الحقيقة هذه المقدمة ليس لها ارتباط وسيخ بأي شيء بالقول بالامتناع. نعم، رد بنحو ما على القول بالجواز بنحو الموجبة الجزئية. لأجل هذا يقول ثالثة الأمور أو ثالثة المقدمات أو ثالثة الأفرز تمهيدات، تعدد العنوان لا يستلزم تعدد العنوان تعدد المعنون، إنه لا يجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا تنسلم به أي بتعدد الوجه والعنوان وحدة المعنون. لماذا؟ فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق المفاهيم والعناوين على الواحد وتسلق العناوين الكثيرة على الفارد الذي لا كثرة في هذا الفارد من جهتين، يعني من جميع الجهات الله سبحانه وتعالى يكون بسيطا محزن، بل بسيط من جميع الجهات، ليس في هذا الواحد والبسيط حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا، لأن المغايرة تستلزم التركيب، الله سبحانه وتعالى يكون بسيط محض. مثاله ما هو؟ كالواجب تبارك وتعالى، فهو أي الواجب سبحانه وتعالى على بساطة الواجب ووحدة الواجب وأحدية الواجب. الألفاظ الثلاثة كلها مترادفات في الظاهر. يقول فهو
الواجب تعالى على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه تصدق على هذا الواحد مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية صفات الثبوتية والصفات السلبية له الأسماء الحسنى والأمثال العليا كلها عناوين الله سبحانه وتعالى لكن هذه الصفات والعناوين بأجمع الصفات والعناوين حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد هذه الألفاظ الثلاث أيضا أي الواحد الفرد الأحد أيضا كلها في الحقيقة مترادفات في الظاهر وبحسب التبادر كأنه مصنف الكتاب رضوان الله عليه يريد أن يقول أنه في البسيط الحقيقي الذي هو بسيط في الحقيقة هم ذاتا وهم خارجا هم داخلا وهم خارجا يعني ذات الله سبحانه وتعالى بسيط وفي الخارج لا يوجد أي شريك له إذا كان في مثل الله سبحانه وتعالى تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ففي غير هذا البسيط بطريق أو لا يمكن هذا الفرض نتيجة الباحث هو كلام الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل يعني كل هذه العبارات المختلفة والعناوين المتشتتة إلى ذاك الجمال يشير مصداق يكون واحدا فقد تعبيرات متفاوتة وإلا مصداق الألفاظ والعناوين والوجوه واحدة هذا كله بالنسبة إلى تنبيه الثالث وطبعا كما قلت في هذا التنبيه الثالث على أي حال ما هو هم عناوين الذاتية وهم عناوين العرزية بنظر المصنف رضوان الله عليه لا يزر بوحدة المعنون بل معنوننا يبقى على وحدته خلاصة البحث أنه على أساس إثبات التنبيه الثالث نستطيع أن نرد أحد من أدلة القائلين باجتماع الأمر والنهي ولكن لا يخفى أنه بعض المحشين للكفاية وبعض تلامذة المحقق الخراساني استشكلوا على أستاذهم بحق أن غاية ما تستفاد من دليل الأستاذ هو أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون دائما وهذا لا بأس به على نحو السلب الجزئي ولكن على أي حال في بعض الأحيان تعدد العنوان يجب تعدد المعنون كما أشرته في مقدمة البحث مراد المحقق الخراساني أي إذا يريد أن يرد على القائل بالاجتماع لابد أن يثبت أنه دائما تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون حتى ينفع في مقام مناقشة كلام الخصم جيد هذا كله بالنسبة إلى تنبيه الثالث الآن نأتي إلى تنبيه الرابع بالنسبة إلى تنبيه الرابع يقول رابعتها الواحد وجودا واحد الواحد وجودا واحد ماهية وذاتا هذا التنبيه الرابع في الحقيقة كله مناقشة وتحليل لكلامين أو لتوهمين لصاحب الفصول رضوان الله عليه على حد تعبير المصنف رضوان الله تعالى عليه شيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب الفصول الذي هو طرف الآخون في أكثر المشاجرات العلمي من أول الكفاية إلى آخرها الآن في هذا التنبيه الرابع مستقيما البحث يكون معه وله رضوان الله عليه كلامين وينقلهما محقق الخراساني وبطبيعة الحال أيضا يناقش ويبدي نظره مهما كان الحال هذا التنبيه الرابع لا ربط له بأي شيء لا ربط له بأدلة القائلين بالامتناع جيد كلام الأول لصاحب الفصول ما هو صاحب الفصول رضوان الله عليه أراد أن يجعل الارتباط بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين الفلسفة هناك في الفلسفة مسألة باسم إصالة الوجود أو إصالة الماهية اختلاف بين الفلاسفة أن الأصيل هو الوجود
او لا الاصل هو الماهیت. به عبارت نخرا، واقع الامر و حقیقت الامر و الذی یترتب علیه الاثر فی عالم العین و الخارج هو وجود الاشیاء او ماهیت الاشیاء. هذا صار محل البحث و طبعا طرح فی بدایت الحکمه و فی نهایت الحکمه و فی سائر الکتب الفلاسفه. صاحب الفصول يريد أن يقول أنه بحثنا هذا بحث اجتماع الأمر والنهي متفرع على مبنائنا في تلك المسألة. في الفلسفة إذا قلنا الوجود يكون أصيلا فلا بد أن نكون هنا امتناعيا، لأن الوجود فيما نحن فيه يكون واحدا. في الخارج لا نرى إلا حركة واحدة في هذا الزمان، أي حركة السلاتية التي عرضت عليها عنوان الغصب أيضا. جيد، بما أنه اجتماع الزدين يكون باطلا ومحالا ومآله إلى اجتماع النقيزين، ففي النتيجة ما هو؟ نحن لابد أن نقول أنه اجتماع الأمر والنهي لا يكون جائزا. ولكن لو ذهبنا في الفلسفة إلى إصالة الماهية وأن الوجود أمر اعتباري، الخواص والآثار تترتب على الماهية، فرضنا أن فيما نحن فيه هناك ماهيتين توجد، ماهية الصلاة وماهية الغصب، وإن كان مصداقهما والوجود واحدا، نقول إذا كانت الماهية أصيلا وحقيقة وحقا ففيما نحن فيه لا بأس باجتماع الأمر والنهي، لأن حقيقة الغصب شيء وحقيقة الصلاة وماهية الصلاة شيء آخر، فاجتماع الأمر والنهي لا بأس به ويكون جائزا. هذا هو كلام الأول لصاحب الفصول رضوان الله عليه. محقق الخراساني يرد على صاحب الفصول، يقول أن هذا الكلام لا وجه له، لا وجه له ولا أصل له، لأنه هناك أصل قطعي في الفلسفة أن وجود الواحد له ماهية واحدة. بما أنه باعتراف الخصم وباعتراف صاحب الفصول الوجود فيما نحن فيه يكون واحدا منطقيا ويكون جزئيا خارجيا، فماهيته قطعا أيضا تكون واحدة. لا يمكن أن يكون هناك شيء واحد يكون له ماذا ماهيتين. يقول هذا أيضا في الفلسفة تكون ثابتة إذا كان هكذا، ففيما نحن فيه أيضا ماهية هذه الحركة الخارجية واحدة، لا نستطيع أن نتصور لها ماهيتين. طبعا هذا الذي نحن نقول وجود واحد في آن واحد وفي العرض لا يستطيع أن يكون له ماذا ماهيتين. مثلا لا نستطيع أن نحمل على الزيد هم ماهية الفرس وهم ماهية الإنسان في آن واحد، لأن هذه الماهيات متباينة لا تجتمع بعضها مع بعض الآخر. حد الفرس غير حد الناطق والإنسان. إذا كان شيء داخلا في ماهية الإنسان فبطبيعة الحال بينه وبين الفرس، بينه وبين المؤدر حجر، هناك ماذا؟ التباين والمباينة والضدية. جيد، إذن في زمان واحد شيء واحد لا يستطيع أن يكون له ما هو في العرض ماهيتين مختلفتين، لأن الماهيات والأنواع تتباين بعضها مع بعض الآخر. نعم، في الطول لا بأس به، أنه على أساس الحركة الجوهرية وبمرور الزمن يعرض أو تعرض ماهيات متباينة على شيء واحد، وهذا من الممكن كما جعلوه وأثبتوه على حال ما هو بالنسبة إلى الإنسان. بالنسبة إلى الإنسان، إنسان على حال كان نطفة ثم علقة ثم مزغة، فكسونا المزغة عظاما ثم أنشأناه خلقا آخر. على حال يمكن أن يكون هناك ما هو إنسان بالتدريج من الجباد يتبدل بالحيوان، ومن الحيوان أيضا يتبدل بالإنسان وتصل إلى مرحلة التجرد. الآن نرى أن هذا الوجود الواحد تتلبس ماهيات مختلفة، ولكن ما هو كلها يكون في الطول،
لأجل هذا في العرض لا نستطيع أن نتصور لشيء واحد ماهيتين. إذا علمنا هذا محل البحث فيما نحن فيه هو حركة الصلاة في الخارج، وبالنسبة إلى هذه الحركة الخارجية التي تكون واحدة لا نستطيع أن نجعل لها ماهيتين. إذا كانت هذا باطلة أي إثبات الماهيتين لشيء واحد، ففي النتيجة لا معنى لهذا القول أنه بناء على إصالة الوجود نحن امتناعيون، وبناء على إصالة الماهية نحن ماذا؟ اجتماعيون. نقول على أساس كلا القولين، هم إصالة الوجود وهم إصالة الماهية، لا نستطيع أن نذهب إلى القول بالاجتماع، وأساسا لا ربط لتلك المسألة في الفلسفة بهذه المسألة في علم الأصول. إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقة الوجود الواحد بما هو إلا تلك الماهية. لكل واحد ولكل وجود هناك ماهية واحدة. فالمفهومان المتصادقان كالصلاتية والغصبية على ذاك الوجود الواحد لا يكاد يكون كل من المفهومان ماهية وحقيقة كانت عينه في الخارج. لا نستطيع أن نقول أنه ما هو حقيقة، هم صلاة يكون ماهية هذه الحركة وهم غصب مثلا، كما هو الشأن الطبيعي وفرده. مثلا إنسان وزيد وجودهما في الخارج يكون واحدا، لا نستطيع أن نقول أنه ما هو الغصب والصلاة وجودهما في الخارج هذه الحركة يكون مثلا. فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة. فافاء التفريع يكون إذا كان لكل واحد ماهية واحدة، ففيما نحن في هذا الوجود الواحد أيضا قطعا ما هو يكون له ماهية واحدة. جيد. إذا كان هكذا فبناء على هذا فالمجمع، مجمع أي مادة الاجتماع بين الصلاة والغصب هذه الحركة الخارجية، وإن تصادق عليه على المجمع متعلق الأمر والنهي، إلا أن المجمع كما يكون المجمع واحدا وجودا يكون المجمع واحدا ماهية وذاتا. هذا المجمع هم وجوده واحد وهم ماهيته، ولا يتفاوت في المجمع القول بإصالة الوجود أو إصالة الماهية. على أي حال سواء نذهب إلى إصالة الوجود أو إصالة الماهية، ارتباط بين تلك المسألة وهذه المسألة لا توجد. هذا التوهم الأول أو كلام الأول لصاحب الفصول والرد عليه من المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. جيد. ومنه ظهر، نأتي إلى كلام الثاني لصاحب الفصول. صاحب الفصول أراد أن يفرع اجتماع الأمر والنهي على بحث آخر في العلوم العقلي، ألا وهو وجود الجنس والفصل أو المادة والصورة. جيد. نحن في عالم العقل حينما نحلل وحينما نتأمل جيدا في ذهننا ندرك هذا الشيء، أن وجود الجنس غير وجود الفصل. مثلا جنس الإنسان هو الحيوان، وجنس الإنسان هو فصل الإنسان هو الناطق. وجود الناطق في عالم العقل والتصور غير وجود الحيوان يكون. هذا لا كلام فيه، وهذا يكون واضحا أن الناطقية غير الحيوانية. سؤال الذي طرحه في الفصول هنا أن في عالم الخارج كيف؟ صحيح في ذهننا نستطيع أن نتصور الانفكاك بين وجود الحيوان ووجود الناطق، ولكن هل في عالم الخارج وفي العين وفي عالم الواقع وجود الناطق مع وجود الحيوان، وجود الفاصل مع وجود الجنس شيء واحد حقيقة، أو لا هما شيئان وكل واحد يكون غير الآخر؟ بعبارة أخرى، هل تركيب الجنس والفاصل في الخارج تركيب انزمامي مثل أجزاء الكرسي؟ مثلا كرسي الذي نراه في الخارج نرى أن هناك خشب وهناك لساق وما أدري هناك، على أي حال
أمور أخرى استفيدت حتى تحققت هذا المركب الخارجي الذي نسميه بالكرسي. هل تركيب الجنس والفصل هكذا أو لا تركيب الجنس والفصل يكون تركيبا اتحاديا؟ اتحادي بمعنى أنه في الواقع واحد ولا يوجد هناك أي تفكيك بين الجنس والفصل في عالم الخارج. وطبعا هذا النزاع فرع على عوارض الجنس والفصل أيضا. مثلا عوارض الحيوان ما هي؟ عوارض الحيوان مثلا النائمية. عوارض الحيوان ما هي؟ عرض الخاص والعام للحيوان، المشي مثلا، الحياة وأمثالها. وعوارض الفصل ما هي؟ كالتعجب مثلا والتفكر وأمثاله. يعني هناك أيضا هذا البحث صار محل النزاع، أن عوارض الفصل والجنس وجودهما في الخارج واحد أو يكون متحدا. في الكفاية لم يطرح هذا البحث. مهما كان الحال، لب البحث هنا ما هو؟ أنه صاحب الفصول رضوان الله عليه يقول: اجتماع الأمر والنهي متفرع على هذا النزاع. إذا قلت وجود الجنس والفصل في الخارج يكون واحدا، تركيب الجنس والفصل يكون تركيبا اتحاديا، فحينئذ ما هو؟ اجتماع الأمر والنهي لا يكون جائزا، لأنه وجود واحد وفي الوجود الواحد اجتماع الأمر والنهي لا يكون جائزا. ولكن لو ذهبنا إلى كون التركيب انزماميا فاجتماع الأمر والنهي لا بأس به. هذا كله بالنسبة إلى توهم الثاني، أو بالنسبة إلى كلام صاحب الفصول رضوان الله عليه. محقق الخراساني يجيب أنه هذا الكلام من الأساس لا يكون صحيحا، لأنه ما هو؟ أصلا الصلاة والغصب لا يكون جنسا وفصلا لهذه الحركة. لأجل هذا بنظر المحقق الخراساني رضوان الله عليه لا نستطيع أن نجعل الصلاة والغصب من المفاهيم الماهوي، بل هما من المفاهيم الانتزاعي والاعتباري. لأجل هذا لا الصلاة يكون جنسا لهذه الحركة ولا الغصب يكون فصلا لهذه الحركة، كي نقول أنه ما هو؟ وجود الجنس والفصل في الخارج يكون واحدا أو لا يكون واحدا. لأجل هذا الجنس من ذاتيات الشيء، الفصل أيضا من ذاتيات الشيء، ولا يمكن انفكاك الجنس والفصل عن الشيء، بل هل أنه انفكاك الصلاة عن هذه الحركة يكون ممكنة، كما أنه ما هو؟ انفكاك الغصب أيضا عن هذه الحركة تكون ممكنة. الغصب قد يتحقق في مكان آخر، الصلاة قد تتحقق في المسجد مثلا. فنرى أنهما ليس جنسا وفصلا لهذه الحركة. وبعبارة أخرى، محقق الخراساني رضوان الله عليه جوابه عن صاحب الفصول يكون جوابا صغرويا، ويقول: يا صاحب الفصول، أصلا في هذا المورد لا يوجد جنس وفصل. حتى نذهب إلى ذاك النزاع، أن وجود الجنس والفصل في الخارج يكون متحدا أو لا يكون متحدا. ومن بياننا هذا ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي على القولين، أي إصالة الوجود وإصالة الماهية في تلك المسألة، في الفلسفة في تلك المسألة كما توهم في الفصول. هذا كان توهم الأول ونحن ناقشناه. كما ظهر أيضا عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، وعدم تعدد وجود الجنس في الخارج كما ظهر عدم ابتناء جواز الاجتماع وامتناع اجتماع الأمر والنهي على هذه المسألة في العلوم العقلي وفي المنطق، أن وجود الجنس في الخارج، وجود الجنس والفصل في الخارج يكون واحدا أو يكون اثنين. جيد، هذا على أي حال ما هو؟ كله في عبارة المصنف رضوان الله عليك، وإلى حد في العبارة نوع من التشويش يوجد. أصل المحتوى يكون واضحا، أنه لا يوجد أي ارتباط منطقي والمقنع بين تلك المسألة المنطقية وتلك المسألة الفلسفية وبين اجتماع الأمر والنهي. هذا هو كلام المصنف.
بعد يقول جيد، بالنسبة لوجود الجنس والفصل في الخارج، لماذا ارتباط لا يوجد بين وجود الجنس والفصل في الخارج مع اجتماع الأمر والنهي؟ محقق الخراساني يقول ضرورة، هذا للضرورة، جواب على صاحب الفصول، للضرورة عدم كون العنوانين الصلاة والغسل المتصادقين عليه على المجمع أي على هذه الحركة من قبيل الجنس والفصل له للمجمع. من قال أن الصلاة والغسل جنس وفصل لهذه الحركة، وأن مثل الحركة في دارين من أي مقولة كانت هذه الحركة، الآن حركة من مقولة العين يكون أو أي مقولة أخرى، على أي حال وأن مثل الحركة في دارين من أي مقولة كانت لا يكاد تختلف حقيقتها، حقيقة الحركة وماهية الحركة، ولا يتخلف ذاتيات الحركة، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا. على حال محقق الخراسان رضوان الله علیه يقول اصلا ماهية هذه الحركة دائما تكون معها، كما أنه ماهية جميع الحركات وجميع الأشياء لا تنفك عن الأشياء، والحال أن الصلاة والغصب يمكن انفكاكهما عن هذه الحركة، فلا نستطيع أن نجعلهما جنسا وفصلا، فمن الأساس ذاك البحث يكون لغوا فيما نحن فيه. هذا كله بالنسبة إلى المقدمة الرابعة، وإلى الآن أكملنا المقدمات التي تراها المصنف رضوان الله عليه، وكما ذكرت لكم لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة والرابعة أساسا لأجل إثبات القول بالامتناع، بل يكفي القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي المقدمة الأولى والثانية. هذا كله في هذه المقدمات، ومن حلقة أخرى سندخل في أصل البحث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجائي وبالزهراء، فبحقهم يا متعال أحسن ما